من هو روبرت جودارد؟ يعود الفضل للعالم والمخترع الأمريكي روبرت جودارد في بناء أول صاروخ يعمل بالوقود السائل في العالم، والذي أطلق سنة 1926. بالرغم من أن اكتشافاته لم تحظى بالاهتمام والوعي المناسب في حينها، إلا أن جودارد يعتبر الآن أحد المؤسسين لعلم الصواريخ، وكان أول من تعرف على الأهمية العلمية للصواريخ ودورها في السفر إلى الفضاء. تمتع جودارد بملكة عقلية فريدة في العلوم النظرية والهندسة التطبيقية، ولم تحظى مجهوداته المتفانية بالتقدير والإشادة إلا بعد وفاته عند بزوغ عصر الفضاء في الولايات المتحدة الأمريكية. ولد روبرت هاتشينجز جودارد في 5 أكتوبر سنة 1882 في مدينة وورسيستر بولاية ماساتشوستس، وكان الابن الوحيد لأسرة متواضعة عمل والده محاسبا وبائعا وامتلك محلا لبيع الآلات. حظي جودارد بتربية نبيلة، وفي باكورة شبابه انبهر بإنجازات الثورة الصناعية عقب الحرب الأهلية، عندما كانت مصانع ويرست تنتج الماكينات والبضائع للدولة الأمريكية المزدهرة حينها. ومنذ نعومة أظافره أبدى حبا بالغا لمعرفة الظواهر الفيزيائية المتنوعة وميولا للابتكار، فكان يقرأ عن علوم الفيزياء والميكانيكا ويحلم بتنفيذ اختراعات عظيمة. وفي سنة 1898 اتقد خيال جودارد الصغير عند قراءته لرواية الخيال العلمي The War of the Worlds للكاتب هربرت جو ويلز، والتي كانت تصدر على شكل مسلسل في جريدة بوستن بوست. وبعد فترة وجيزة صار حلمه بحسب قوله أن يبني سفينة فضاء واقعية. وفي 19 من أكتوبر 1899، وبينما كان يتسلق شجرة الكرز في فناء منزله، تخيل كم سيكون رائعا أن يخترع آلة تمكنه من الصعود إلى كوكب المريخ. وأثناء نزوله من الشجرة شعر أن للوجود معنى أخيرا كما ذكر في مذكراته. وظل افتتان جودارد بحلم السفر إلى الفضاء والوسائل المعينة على تحقيقه مستمرا خلال دراسته الجامعية بمعهد وورسيستر للعلوم التطبيقية. ففي إحدى التقارير الدراسية التي قدمها عن السفر في حقبة الخمسينيات، استعرض مشروعا لأسرع وسيلة نقل على وجه الأرض، والذي كان عبارة عن أنبوب فولاذي مفرغ من الهواء بداخله سيارات معلقة تسير بسبب قوى الجذب والدفع للموجات الكهرومغناطيسية. وفي وقت لاحق حصل جودارد على براءة اختراع بالفعل لابتكاره نظاما للانتقال مكونا من أنبوب مفرغ من الهواء ويعتمد على زيادة وتقليل السرعة. في سنة 1908 بدأ جودارد مرحلة تعاون طويل المدى مع جامعة كلارك بمدينة وورسيستر، حيث حصل منها على درجة الدكتوراه ودرس فيها الفيزياء وأجرى بها تجاربه على الصاروخ. وفي معمله الصغير هناك كان أول من أثبت أن قوة الدفع والتحرك الناتج عنها من الممكن حدوثها في الفراغ الهوائي، حيث لا يحتاجان إلى الاندفاع ضد الهواء. وكان أول من اكتشف رياضيا نسبة الطاقة والدفع لكل وحدة وزن لأنواع مختلفة من الوقود من ضمنها الأكسجين والهيدروجين السائلين، كما كان أول من طور محركا صاروخي باستخدام الوقود السائل الأكسجين والبنزين السائلين، والذي تم استخدامه بعد مرور 15 عاما في سلاح الصواريخ الألماني V2. وفي مبنى صغير مجاور لمعمله أجرى تجربة عملية على صاروخ يعمل بالوقود السائل، والتي نجحت وارتفع الصاروخ قليلا عن سطح الأرض في سنة 1925. في 16 من مارس من سنة 1926 انطلقت أول رحلة في العالم لصاروخ يعمل بالوقود السائل في مزرعة بولاية ماساتشوستس، وظل الصاروخ محلقا لفترة وجيزة. وكما هي العادة مع النظريات والاختراعات العلمية، فقد تواصلت الأبحاث والتطورات في مختلف أنحاء العالم. فقد أجرى رواد الفضاء الروسي والألماني تجارب على اندفاع الصواريخ، ولكن نتائج تجارب جودارد تفوقت عليهم. وبينما كان جودارد منشغلا ببناء نموذجا لمركبة فضائية، كان هناك معلما مغمورا بإحدى قرى روسيا النائية شغوفا بنفس الحلم وإمكانية السفر إلى الفضاء. في سنة 1903 كتب كونستانتين تسيولكوفسكي بحثا بعنوان استكشاف الفضاء بواسطة الصواريخ The Investigation of Space by Means of Rockets. وبعد مرور عدة سنوات أشاد الاتحاد السوفيتي بدوره كرائد للسفر إلى الفضاء،
وثالث رائد للسفر عبر الفضاء كان الألماني هيرمان أوبرت، والذي نشر رسالته العلمية السفر بالصواريخ عبر الفضاء داي راكيت زودان بلانتين راميمان. وفي سنة 1923 عقب مرور 4 أعوام على ظهور أبحاث جودارد، تلقت التجارب الأولية لجودارد والآخرين دعما ماديا بسيطا من مؤسسة سميثسونيان على مدار عدة أعوام، وكان تشارلز أبوت السكرتير العام للمؤسسة قد استجاب لطلب الدعم الذي قدمه جودارد. وفي سنة 1929 وعقب تجربة انطلاق فاشلة والتي لفتت انتباه الصحافة إلى اختراعات جودارد المغمورة، قام الطيار الأمريكي تشارلز ليندبرغ بتقديم دعم مادي أكبر لتجارب جودارد. في سنة 1930 وحتى منتصف الأربعينيات تلقت أعماله الدعم المادي من صندوق جوجنهايم للترويج لعلوم الطيران جوجنهايم فاند for the promotion of aeronautics، مما أتاح له إنشاء ورشة صغيرة وتكوين فريق عمل وإطلاق رحلات تجريبية في فضاء صحراء جنوب غرب أمريكا بمدينة روزويل بولاية نيو مكسيكو. هناك أمضى جودارد ما تبقى من أيامه في تجارب المحاولة والخطأ للوصول إلى ارتفاعات أعلى. في سنة 1935 أثناء إجراء تجاربه بروزويل، نجح في أن يكون أول من أطلق صاروخا يعمل بالوقود السائل بسرعة أكبر من سرعة الصوت، وحصل على أول براءة اختراع لجهاز توجيه الصواريخ ولاستخدامه الصواريخ متعددة المراحل للوصول إلى ارتفاعات شاهقة، كما طور أول مضخات ملائمة لوقود الصواريخ ومحرك ذاتي التبريد للصاروخ ومكونات أخرى لمحرك مخصص لنقل البشر إلى الفضاء الخارجي. حققت النماذج الأولية لصواريخ جودارد الصغيرة صواريخ القمر مون ثراسترز ارتفاعات تصل إلى 1.6 كيلومتر فوق البراري. خلال الحرب العالمية الثانية عرض جودارد أعماله على الجيش الأمريكي، ولكن عدم الاهتمام الذي لاقاه مشروع تطوير الصواريخ جعله يغلق مختبر روزويل ويشارك في الحرب عن طريق التعاون مع القوات البحرية والعمل على تطوير داعم لقوة الدفع النفاث لإقلاع الطائرات البحرية في مدينة أنابوليس بولاية ماريلاند. واستمر في تلقي الدعم المادي لمشاريعه من ليندبرغ ومن رجل الأعمال هاري فرانك جوجنهايم، واللذان ظلا مدافعين عن ابتكاراته وعن إمكانية استكشاف الفضاء. لا يمكن حصر الإسهامات التي قدمها جودارد لمجال علوم الصواريخ والفضاء، ولكن القائمة التالية تمنحنا نبذة عن أهم تلك الإسهامات. في سنة 1912 البحث في إمكانية استخدام قوة اندفاع الصواريخ للوصول إلى ارتفاعات شاهقة وحتى الوصول إلى القمر أثبت أن الصواريخ بإمكانها التحرك في الفراغ الهوائي ولا تحتاج إلى الهواء للاندفاع ضده. في 16 من مارس 1926 بولاية ماساتشوستس طور وأطلق أول صاروخ يسير بالوقود السائل. في سنة 1929 أطلق حمولة تجريبية مع رحلة لصاروخ. 1932 بولاية نيو مكسيكو استخدم الأرياش في محرك الصاروخ للتوجيه. وبولاية نيو مكسيكو أيضا طور آلة التحكم بدوران مسار الصاروخ. في سنة 1914 حصل على براءة اختراع الصاروخ متعدد المراحل وطور مضخات ملائمة لوقود الصاروخ. تزوج جودارد في 21 جوان 1924 من إستر كريستين كيسك، كانت سكرتيرة في مكتب رئيس جامعة كلارك، ولم يكن للزوجين أي أطفال. أصيب جودارد بسرطان الحلق وتوفي على إثره في سنة 1945. مع بداية عصر الطائرات النفاثة والصواريخ وبعد مرور سنوات على وفاته، اعترفت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أخيرا بإنجازاته وأقامت منشأة بقيمة $1,000,000 للاستفادة من اختراعاته، وتم إطلاق اسمه على مكتبة جودارد التذكارية بجامعة كلارك تخليدا لذكراه. كان صعوده لأعلى شجرة كرز سببا في شغفه بالسفر إلى الفضاء واستكشافه. عانى جودارد في طفولته من حالة صحية ضعيفة مما جعله يمضي أغلب وقته في القراءة ودراسة الفيزياء. واجه سخرية عنيفة من الصحف ووسائل الإعلام عندما اقترح أن الصاروخ بإمكانه الانطلاق بسرعة كافية لمغادرة الغلاف الجوي للأرض والوصول إلى القمر.
في 17 من جويلية 1969، وبعد مرور 49 عاما على سخرية صحيفة نيويورك تايمز من نظريات جودارد، نشرت اعتذارا اعترفت فيه بقدرة الصواريخ على الحركة في الفراغ الهوائي، وأبدت ندمها على الخطأ الذي ارتكبته في حقه. نال جودارد 214 براءة اختراع عن أعماله، حصل على 131 منها بعد وفاته.